بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. بابتنا ترات وحيد الرباب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب دكني شرك الرأي الاستعاذة بغير الله. كبرات مقام فتشون كبرات الاسون شرك الرأي كيتقم مقام فترب مليه جرو. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ربك إنك كان جل سورة الجن كزد آية لكوني إذا آية لكوني إذا آية جهته كزد. وأنه كان رجال من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وري أقرتني إذا ون مرتين هم مغنفة جن مغنفة مغنفة جتون وإن رأيس وان صداتني رواجلت رأيس إن من ما كوني غارين اساني اغرتني جننت مغنفتن يوبك وهيقبتن جنين نباس جنين غووتك سنجلا اسين ديسني اسين جلا سين جنين بي يقول احد اذا امسى بواد وخاف من الجن اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. معنى اساني مغنفتن جچو مالني نمني ويو اغرتني لا غويك سقبتو نمني يو صداتو جنني إررا يو صداتو مال جرا سيدة غند كانات اتماغن فن جرا يعوذون برجال من الجن نهو كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سنمو مال إساني إده صدام إساني إده إماله هما إساني إنقوني بدم إساني إده إماله. معنى آياتنا تسورة الجن كيس الرب نوه معنى لزمال أن الله تبارك وتعالى يخبر أن بعد الإنس يلجعون إلى بعد الجن نمني قرين أغرتني قرى جني تشركة وان صداتا جلا بيوف أشركتني مغنفة وري أغرتني توهيدا كمن وري ربي نبيني وان برآتت مغنفة وري أغرتني بني آدم را قرين إساني جنتي مغنفة كان ربي نرارو قجرة واني حديثة آياتتنا الرافر النماليني أن الاستعاذة بغير الله شرك. استعاذان مغنفتش ربي ملك برعات مغنفتش شركي الرأي. لأن مؤمن الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا وري أقرتني مؤمن الجن أكو سورة تنكيس آية لمكيسة ربي دبته سورة جني تنكيستي ولن نشرك بربنا أحدا ربي كينت واتكل لين دانو جان إيجاسي بعد إسانا كان جاني حالا إساني مربين ورد إيرا غري إرى ورد أغرتني نما إرى إرى وان غري ورد جنت مغنفة تجرى. أما اللي واني آيات تنرى أرقى النمالي إرقى الرسول ربي جني في نما اللي قيت تجرتي. أما اللي أقمسن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف ربي مليك برعاتي مغنفتشون صدا ناسون مت أرقم سيرتي ملي همانا مانقوتو. أما اللي آيات النواني بيكم مالين أن الآيات خناد رواني فلانو أن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى تورث قوة وأمنا نمني ربي تيهوما قنفتيه قال ربي دي بي أمانا كيس سجراتا نقا كيس سجراجتشو. أما اللي هذين التعالو وأنا خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. خولة بنت حكيم جانيني
إسنتني أديسيتي حديث رسول ربي إلى ربي سير رحجالته رسول ربي إلى عليه الصلاة والسلام نجهجت كاكنا جان من نزل منزلا نمني بك وهي قبتي فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا ربي ما قنفت كلمة ربي قوتو سنتي شر والربي أمير ما قنفت نمني جدي لن يدره شيء واني تقول واني سدرر واني سرك سنجر هذا بكزني كأتجان هذا ابنك مسلم هذا بكزني كأت نما ربي ما قنفت ربي نقرتني إيسا تيسا نما ربي ما قنفت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا ربي كلمات أنت بوتو أغرتني إرئن كيس سنجر تعيدين كيس سنجر سنت مغم فتح شر والربي خلقه إرى مغم فتح يوك إني جدو تاتي الربي أغرتني إسا باس هاقاك أتشيك أتركون تكالي إسا مدتو يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كلمات ربي تاماما لني المراد به هنا على القرآن التامة جتان الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب جت ربي تاقرتني واني تكايرتني تكافي عيبين تكالي إزين لكمني كلمة ربي قرآن ربي تت مغنفت جت ربي سنين مغنفت من شر ما خلق من كل شر في أي مخلوق إن قام به الشر من حيوان أو غيره شر متي يهتو تورع قرتني ربي أميكيس يتتن الرا مغنفت يوجده هذا إني أتشيك أوت ربي ستيسا يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام معنى الحديثة كان أولي رسول ننجل أجلا نمني أغرتني دعائي كان أقول أتبقى قبط سنت أرضي سنت كلمة ربي قوتو تنت مغنفتي ربي تأشدي بيجده هذا أتشيك أوت بلا أن تقول لي سمدت ربي ستيسا ما تجي عليه كيسا فيه إرشاد للاستعادة النافعة المشروعة بدلا من الاستعادة الشركية التي يستعملها المشركون ما قنفتشت جل أغرتني والرب كراغ والإت ما قنفتا أكا أغرتني بر المشركة جدسان ومارغان إت ما قنفتش وما كريفو جني سنت إيسين جانساني متي كايت إيسان كايت ما قنفتا ربي كينا نمني وبك وهيق بتكلماتنا جتشو قبا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أكنا جتشو قبا جتشو واني حديثة كان الرافل النمالي استعادان مغنفتشن كن إبادة إرلاي أما اللي استعادان كراغو لم تتمك ربي تيفي أسماء ربي تيفي أما اللي سب ربي تنتاتي أما آيات حديثة كان الرافل نرغنو أن كلام الله غير مخلوق كلام ربي كينا مخلوق آمتي أمم آمتي كنافو ربي نغتني إسام مغنفتشو كراغو لي الاستعادة بالمخلوق شرك أكو مازدولة تري نما أغرتني أممت وان أممت ما قنفتش شركي إرائي كان في قرآني أمم متي كلام ربي تسف ربي تي أما اللي فضلي دعاين تندك قوتو كيسا وفكيسا قبل عوض بكلمات الله التامات من شر ما خلق جلالي كان أما قنفتش جتشتني فضلي قد وفكيسا قبل أما اللي واني ربي أممتنو أمري ربي ملي سوچون دن ديتو ربي تو حركاك أبا ربي تو أكفر إيه قول أودان ديا جيتشو ربي تو أكفر إيه قول أودان ديا كناف واني نرجرو أغرتني مغنفن كينا اللي ربي تي مغنفتشو قمنا مغنفتشو اللي إبادة إبراجي جيتشو بيكوتو نرجرا درس انتين نتاكول أسادسو تاقال لي تبابتنا أغرتني أسيت الآبتي هاق درسي بالآتي والد دي منوتي نقا كيس جرال وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.